نظرة المجتمع إلى الآن ترى هي إنه شلون نقول منبوذين، يعني مكروهة إنه الابن يتعلم فنون قتالية. لحد الآن إحنا عندنا مواقع على صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تشوف أكو تعليقات يعني حتى ما تليق إنه تنكتب لبنية بس مجرد لكونها لعبة رياضة هي تحبها. بالنسبة لنظرة الأهل، نظرة أهلي ضايجين كانوا وما عاجبهم اللي يشوفوه ما بأي فائدة. النظرات هاي نقدر نغيرها بس إذا ثبتنا نجاحنا. من ثبتت نجاحي بالموضوع صرت مدربة، صرت بطلة، بطلة عراق وعرب ومرشحة حاليا لبطولة العالم. تشجيع 0%، رفض تام، رفض مطلق للموضوع، بس الكل يعرفني يعني ومعروفين عائلتي ان هم متفهمين، يسمعون للبنية شنو انت حابة شنو لا، بس اللي بالنسبة لهم ينطون رأيهم الشخصي، بس رأيهم الشخصي انه هاي ما بيها اي فائدة لك، هاي رياضة للشباب بس، انت كبنية راح تخربين انوثتك، راح تضيعين وقتك فيه بشي ما يفيدك، راح تعلمي شي مال بنات ممكن يفيدك مستقبلا. بس انا بقيت مصرة انه لا، انا دا احس انه هذا المكان انا انتمي اليه، راح انجح به، فبقيت مشيت ورا بنقول ورا حدسي ورا نفسي شنو هي رايدة تصير، ورحت بلشت بالموضوع. من ثبتت نجاحي بهذا الشيء بديت اعرض كل هاي الاشياء على مواقع التواصل الاجتماعي. نحن لنا احترام الناس واحترام الجمهور اللي قاعد يتابعنا، قاموا يشوفون انه هي رياضه محترمه فعلا، من تبدي من الزي مالتها يكون طويل وعريض وما بيها اي شيء يعني يخالف العادات والتقاليد اللي احنا نقوله. الناس حاليا مشكلتها بس الاختلاط، اللي احنا مكان مختلط، بس ويا الايام بدنا نحاول نوصل رساله للناس ان الاختلاط ما راح يسبب اي مشكله اذا كان تحت قوانين خاصه وبإشراف ناس ويانا، راح يكون بالعكس استفادة للاثنين، للولد وللبنية. واجهت حالة اعتداء على أوناس، اعتداء مو ناحية إنه جنسي وهاي السوالف، لا كان بحجة السرقة أو بطريقة السرقة. بوقتها كان استوني، ما صار لي شهر أتمرن، بس هذا الشهر كان مولد إنه بداخلي إنه ممكن أتعرض لهاي المواقف ومستعدة كنت لأي موقف، فقدرت أتهجم عليه أنا بالمقابل وأبعده. الفنون القتالية كانت بالبداية ردت بس أتعلمها إليه، بعدين قمنا نشوف إحنا كبنات قمنا نقول إنه الفنون القتالية تخليني أدافع عن نفسي بها، بس هاي مو بس كافي إنه بس أدافع عن نفسي بها، وها هي لا، الفنون القتالية بيها جوهر للبنية، قوة الشخصية، القوة البدنية والقوة الذهنية، هاي كلها تضيف للبنية طابع حلو إذا تعلمتها. أنا بطلت العراق السنتين متتالية المركز الأول، بطلت العرب المركز الأول همينة ذهبية العرب 2022. أنا حالياً دا أتمرن ودا أسوي إعداد، عدي بطولة آسيا قريباً إن شاء الله وبطولة الخليج، ودا أعد بطولة العالم بولندا بشهر 11.